وذلك الذي من اسمه اشتقت كلمة لوغاريتم، فهو مبتكر مفهوم اللوغاريتم في الرياضيات وعلم الحاسوب، صاحب كتاب الجبر والمقابلة ومكتشف قيمة الصفر، صاحب أول خريطة جغرافية صحيحة أعرفها العالم آنذاك، الملقب في يومنا هذا بأبي الحاسوب. هو أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. اختلف في تاريخ ميلاده، ولكن أغلب الظن أنه ولد ما بين عامي 780 و785 من الميلاد، الموافق ما بين عامي 160 و165 من الهجرة، في مدينة خوارزم في خراسان. وانتقلت عائلته بعد ولادته بفترة قصيرة إلى بغداد. يعتبر الخوارزمي من أهم الشخصيات العلمية الإسلامية التي ازدانت بهم الحضارة الإسلامية، خاصة في فترة القرن الثالث الهجري. يعني في مرحلة مبكرة من النهضة أو من عصر النهضة العلمية الإسلامية. وعلماء هذه المرحلة في حقيقة الأمر على درجة من الأهمية ينبغي التركيز عليها، لأنهم وضعوا ملامح ما يمكن أن نسميه العلم الإسلامي. العلم الإسلامي بمنهجه وبمنطلقاته وبأدواته وبغاياته وأهدافه، وهو ما يفرقه عن العلم في الحضارات القديمة على اختلاف أسمائها ودرجاتها من التقدم والرقي. الخوارزمي مثال لعظمة الحضارة العربية الإسلامية، ونموذج على يعني اتساع أفق هذه الحضارة. بلغ الخوارزمي من العمر ما أهله للسفر طلبا للعلم في بيت الحكمة. كان يكتب المسائل الحسابية ويحلم بالأرقام، ويحول كل حركة من حركات اليوم إلى رقم. وفي نفس اليوم الذي يحصل فيه على الإجازة العلمية من بيت الحكمة في علوم الرياضيات، يرزق بجعفر لكي تصير كنيته أبا جعفر. وفي عهده قام الخليفة هارون الرشيد بتعيين أبي جعفر عالماً بين علماء الرياضيات في مكتبة بيت الحكمة. وذات يوم أرسل في طلب الخوارزمي ليناقشه في مسائل عدة من مسائل الرياضيات، ثم سأله الخليفة إذا أراد أن يقبل على دراسة علوم أخرى غير علوم الرياضيات، فأي علم سيفكر في تعلمه؟ فأجابه الخوارزمي: الآن أفكر في أمر واحد، وهو كيفية تيسير دراسة الرياضيات للناس كافة، فلا خير في علم لا يطبق في الحياة العملية بما ينفع الناس. من أهم الأمور اللي اعتمد عليها الخوارزمي هو أن يسخر معرفته بالرياضة كلها في النطاق العملي. أيضاً ينسب إلى الخوارزمي أنه أول من وضع طرق تعليمية لتعليم المبتدئين العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسم. الخوارزمي أحدث ثورة في الرياضيات، وما نسميه الآن اللوغاريتمات هو الجداول الرياضية التي وضعها الخوارزمي، وكانت تسمى الخوارزميات. الجوريثمس نسبة أيضاً إلى الخوارزمي، وكلها تأخذ شكل شبكة أو جدول، ولهذا كانوا تسمى أحياناً طريقة الشبكة. فلما ظهرت هذه الخوارزميات بدأ الناس يتعاملون معها، وانقسم الناس إلى فريقين كما تقول زيغريد هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب،
إلى فريق الخوارزميين الذين يؤيدون طريقة الخوارزمي في إجراء العمليات الحسابية، وفريق المعداديون الذين دائما يعني يميلون إلى الطريقة القديمة، وكأنها يعني تفرقة بين من يأخذ بالأحدث دائما ومن يظل متمسكا بالنظام القديم. وبعد انتصار الرشيد على الدولة الرومانية البيزنطية في آسيا الصغرى، عاد بآلاف الأسرى إلى بغداد، وأبى أخذ فدية لإطلاق سراح الأسرى الروم، واشترط لإطلاق سراحهم الحصول على الكتب اليونانية في مكتبة الإمبراطور، حيث تفرغ أبو جعفر للإشراف على ترجمة تلك الكتب، وخصوصاً كتب الرياضيات إلى العربية، وبدا متعجلاً لإتمام تلك المهمة، فعلم نفسه بنفسه اللغة اليونانية ومفرداتها. لابد أن احنا أيضاً ننظر للفترة اللي كانت موجودة فيها الحضارة الإسلامية والعلوم الإسلامية العربية في القرن الثالث الهجرة على وجه الخصوص، على أنها كانت تشكل مكون عقلي مهم جداً. بيت الحكمة كانت وظيفته أن ينقل العلوم السابقة كلها إلى اللغة العربية، فترجمت العلوم من السريانية ومن الهندية ومن اليونانية ومن لغات كثيرة جدا، النبطية والآرامية إلى آخر هذا الكلام، ترجمت هذه العلوم وكان هناك مترجمين. الوافد اللي جه للبيئة العربية من آسيا كان يحمل علوما أخرى مختلفة لم تكن قد وفدت بعد على بيت الحكمة. حاول العلماء في ذلك الوقت أن هم يربطوا بين هذه العلوم كلها من أولها لآخرها، ويوظفوها لخدمة المعرفة العربية في مجال العلوم المختلفة. الخوارزمي تعبير عن حاجة مهمة جدا، الفترة اللي عاش فيها، فترة القرن الثالث الهجري وما أعقبها، فترة القرن التاسع الميلادي وما أعقبها. هذه أهم فترة في تكوين الحضارة العربية الإسلامية عموما. إذا كنا بنقول إن فترة القرن السابع الهجري لغاية العاشر الهجري، اللي هي الـ13 الميلادي لغاية الـ16 الميلادي، هي عصر لملمة الذات، فعصر البداية والبناء والإبداع بيبدأ من القرن الثالث الهجري أو قبله بقليل، ويستمر لغاية القرن الخامس الهجري أو بعده قليل. الخوارزمي بيمثل ده، الناس اللي استوعبت التراث القديم وأضافت إليه. كانت علاقة الخوارزمي بالخلفاء في عصره علاقة وطيدة حميمة، فقد استعانوا به في الكثير من أمور حياتهم، ويسروا له سبل المعرفة والحصول على العلم بقدر ما استطاعوا. إذا تكلمنا عن العلاقة بين العلماء بصفة عامة والخلفاء، يحكم هذه العلاقة البعد أو الأفق الواسع والتنويري عند الخلفاء أنفسهم، لأنهم كانوا يعني يتشعرون مكانة العلم ومكانة العلماء. ولهذا نجد دائما أن رعاية الخلفاء والحكام بصفة عامة كانت تبلغ يعني درجة كبيرة جدا من الاهتمام والرقي حتى في مراعاة مشاعره. وفي يوم عاد أبو جعفر إلى بيته، وظل أرقا طول ليلته يفكر في معارف الجبر الرياضية التي لم تزل مسائل ممزقة ومتفرقة في التراث العلمي الرياضي للهنود والمصريين واليونانيين، فعقد العزم على جمع ما تفرق من معارف الجبر وإعادة النظر فيها، وعكف شهوراً على الدرس والتأمل ووضع الفروض النظرية، وإذ به يرى أمامه وبين يديه ميلاد علم جديد أسماه الجبر والمقابلة. هذا الكتاب ترجم في الحضارة الغربية، ترجم عدة ترجمات إلى اللاتينية وغيرها،
وأعيدت ترجمته مرات واستفاد منه الغرب وقدروا يفهموا الكلام اللي فيه، وبالتالي ألقى هذا الكتاب الضوء بصورة كبيرة جدا على معرفة العرب بصور المعادلات، سواء كانت المعادلة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثالثة إلى آخر هذا الكلام، وفتحت الباب أمام عدد كبير جدا من الرياضيين أن يفكروا في هذه المسألة. ويقصد بالجبر أنه لو عندي معادلة رياضية فيها رموز، ولتكن المعادلة المشهورة سين تربيع زائد 10 سين تساوي 39، وأنا بقول هذه المعادلة بالذات بشكلها لأنها عرفت باسم معادلة الخوارزمية، شرح بطريقة هندسية لأول مرة في تاريخ الرياضيات كيف يمكن استخراج هذا الجذر سين بحل المعادلة عن طريق إكمال المربع، يعني أضاف رقم 25 إلى اليمين وإلى اليسار، واستطاع أن يحلل هذا بالطريقة باللغة المعاصرة ويستنتج أن سين هذا الرمز يساوي 3، وبالتالي استطاع أن يحل هذه المعادلة. قام بعملية الفصل الدقيق بين الحساب والجبر. الجبر بقى له منظومة معينة والحساب بقى له منظومة معينة، ومش بس كده، ده سخر المنظومتين مع بعض لخدمة علم المواريث. وهذا ملحظ مهم جدا، كيف كان علماء الحضارة الإسلامية يوظفون معارفهم واكتشافاتهم لخدمة قضايا مجتمعهم. اعتكف أبو جعفر شهوراً في بيته يترجم كتاب الحساب الهندي الذي خلد ذكره بين علماء الرياضيات في كل البلدان والعصور، وجعل عنوانه الحساب الهندي اعترافاً بالحق لأهله. في كتابه الحساب الهندي أو الجمع والتفريق بمعنى الجمع والطرح، هذا عمل مهم جداً حظي باهتمام المترجمين لعصر النهضة الأوروبية الحديثة، ومن هذا الكتاب ظهرت ابتكارات عديدة جدا عرف منها على سبيل المثال فن العدد، الأرقام، الأعداد من 1 إلى 10 وتركيبات هذه الأعداد. لكن كان في وقفات مهمة جدا، يعني على سبيل المثال كتاب السند هند اللي احنا بنسمع عنه، هذا الكتاب يعني له قصة كبيرة جدا. وفد إلى الخليفة عالم هندي يحمل ما يسمى بالكتاب السند هند أو السيد هانتا، وهو موسوعة فلكية، رأى الخليفة أن تترجم إلى اللغة العربية ويحسن الإفادة منها. واللي قام بعملية الترجمة الأولى الفزاري، مترجم اسمه الفزاري، ومعاه رجل هندي اسمه كانكا الهندي. ثم جاء الخوارزمي وترجم هذه الموسوعة ولخصها بحيث يسهل استخدامها. يعني ممكن أنا أكون عملت كتاب من 20 سنة فاتوا وأفكر مثلا في أنه الكتاب ده أعيد إحياءه تاني أو تجديده تاني إلى آخر هذا الكلام، فأنظر في مفرداته، وهذا ما فعله الخوارزمي وبدأ يعمل يمشي على هذا المنوال، وبدأ يطلع السند هند الصغير الذي اشتهر أيضا في الحضارة الإسلامية ونقلت معارفه إلى أوروبا، وعرف هذا العمل باسم زيج الخوارزمي. والزيج أو الزيج، وتجمع على زيجات وزيجات، هي الجداول الفلكية، فيها المعلومات الفلكية عن الأجرام المختلفة وحركات الكواكب ومواقعها وتتبع ما يتغير من أحوالها عبر السنين. فكان يعني يعتبر أساس مهم جدا، ودي كانت حتى عبر مراحل التاريخ المختلفة بنى عليه كل من جاء بعده في علم الفلك والدراسات الفلكية. ثم ترجم هذا الزيج أيضا عندما انتقلت علومنا إلى الحضارة الأوروبية أو النهضة الأوروبية الحديثة، فأيضا أفاد منه وأصبح مرجعا
يشار إليه في كل المؤلفات الفلكية بعد ذلك. وكان حلقة وصل بين العلوم العربية والعلوم الهندية أيضا. كان أبو جعفر قد عرف من كتاب سيدهانت الأرقام العددية التي نتعامل بها الآن في الشرق العربي، وكانت تعرف باسم الأرقام الغبارية، وسميت كذلك لأن الهنود كانوا يحضرون ألواحاً وينثرون عليها الغبار ثم يخطون فيها هذه الأرقام بأصابعهم. وعرف أبو جعفر من هذا الكتاب أيضاً الأرقام الأخرى التي يتعامل بها الآن شعوب الأرض والمعروفة بالأرقام العربية. شيء غريب جداً أنه منظومة الأعداد التي نتعامل بها الآن هي منظومة الأعداد الهندية وليست منظومة الأعداد العربية. الأعداد العربية هي الأعداد التي يستخدمها الغرب، وهذه الأعداد اللي هي اللي احنا عارفينها 1 2 3 إلى آخر، هذه هي الأعداد العربية الصحيحة. ولأول مرة نحدد للرقم مهمتين، مهمته في حد ذاته كرقم ومنزلته أو موضعه في العدد إذا كان في الآحاد أو في العشرات أو في الآلاف إلى آخره. جم المسلمين فكروا في الصفر فاستخدموا الصفر مع الأرقام بتاعتنا، فأصبح أن أنت تقدر تقول 10، تقدر تقول 100، تقدر تقول 1000، تقدر تقول أي أرقام وتقدر تعد زي ما أنت عايز. وهو وإن كان كما يقال ابتكار هندي إلا أنه استخدم كتابة بعد أن كان يترك مسافة لهذا الصفر، بدأ استخدامه تدوينا وعلى أساسه حددت الخانات في الأرقام المختلفة، وساعد على تقدم هذا النظام العشري طريقة كتابة الأرقام العربية اللي الناس مختلفة عليها حتى الآن. كانت إنجازات الخوارزمي في العلوم الأخرى بمثابة همزة الوصل بين من سبقوه ومن طوروا العلم إلى أن أصبح بالصورة التي نلمسها الآن. وينطبق هذا التعليق على علم الجغرافيا ورسم الخرائط، فقد صحح الخوارزمي أبحاث العالم الإغريقي بطليموس في الجغرافيا معتمداً على أبحاثه الخاصة، كما أنه قد أشرف على عمل مجموعة من الجغرافيين لإنجاز أول خريطة للعالم المعروف آنذاك، وقام بوضع كتاب الربع المعمور أو صورة الأرض، والذي قال عنه نيلينيو إن مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعه أمة أوروبية في فجر نهضتها العلمية. العلماء في بيت الحكمة اهتموا بأشياء كثيرة، كان أهمها العلوم الرياضية والعلوم الفلكية اللي كانت محتاجاها الحضارة الإسلامية، خصوصاً إذا عرفنا أنه علم زي علم الفلك مثلاً وعلم الجغرافيا دي علوم متأزرة مع بعضها، والرياضيات مطلوبة بالنسبة لها، وهذه العلوم كانت تساعد الجيوش في الفتوحات الإسلامية خاصة في دول آسيا، وطبعاً كانت بتحدد لهم الفلكي أو الجغرافي الطرق. من هنا جاءت أهمية الخوارزمي. ففيما يتعلق بعلم الجغرافيا وهو أحياناً يطلقون عليه صورة الأرض، فكان أيضاً الخوارزمي من أوائل الذين صنفوا في هذا المجال وتحدثوا عن الربع المعمور من سطح الكرة الأرضية، وهنا أيضاً كانوا يصنفون المساحات الموجودة والسكان الموجودين على سطح الكرة الأرضية إلى أقاليم. الأراضي عبارة عن أقاليم، واشتهر في ذلك الوقت ما يسمى بالأقاليم السبعة، وكان أيضاً هذا تصوير جغرافي للكرة الأرضية، مما يؤكد أيضاً أن مفهوم الكروية كان واضحاً في أذهان علماء الحضارة الإسلامية. كما كتب الخوارزمي أيضاً عن الساعة والأسطرلاب والساعة الشمسية. بالإضافة إلى هذا كانوا يستعينون بأجهزة القياس المختلفة، ولعل أشهرها كان جهاز أو آلة الأسطرلاب التي كانوا يستخدمونها في قياس الارتفاعات
وأبعاد النجوم التي ترى، وأيضا في قياس المسافات بين الجبال وبعضها، من الآلات المهمة جدا في علم الفلك الإسلامي كان الأسترلاب. أيضا كان ضمن الفريق الذي كلفه المأمون بقياس محيط الأرض، وهذه نقطة مهمة جدا وترد على بعض الإدعاءات بأن الناس لم تعرف كروية الأرض ولا حركتها الدائرية أو حركتها الدورانية إلا في العصر الحديث، باعتبار أن الناس كانوا يظنون أنها ممتدة منبسطة وأنها في مركز الكون إلى آخره. هذان الفريقان في مكانين مختلفين استطاع أن يطبق إحدى النظريات الهندسية ليتعرفوا عن أو على قوس معين من محيط الأرض، ومن خلاله يمكن حساب مقدار محيط الأرض وبالتالي حساب نصف قطر الأرض وما يسمى بالنسبة التقريبية المعروفة في الرياضيات بالرمز طه يساوي 22 على 7 أو 13%. ولكن هناك كانت كسور عشرية في منتهى الدقة تعجز عنها الحسابات التي كانت قائمة في ذلك الوقت، استطاع أن يصل إليها الخوارزمي واستطاع أن يؤكد في البحوث بتاعته، ووجد أنها نسبة صحيحة فيش فيها تفاوت كبير. الإنسانية يعني بشكل عام لها حضارة واحدة متعددة المراحل، شعب يشيلها مرة وشعب تاني يشيلها مرة، إنما في النهاية ما فيش حد بيجي يبني يعني على ما فيش غير خلينا نقول قدماء المصريين من التجربة والخطأ. خوارزمي من هذه الناحية هو تمثيل لعصر الازدهار والابتكار وانتهاء مرحلة التعليم اللي يمكن بينتمي إليها جابر بن حيان. لم يستقر المؤرخون على تاريخ ومكان وفاة الخوارزمي، ولكنه استقر قبل وفاته على أهم شيء، وهو السبب من وراء هبته حياته للاكتشاف والتطوير والإضافة في علم الرياضيات. ذلك السبب هو أن القيمة العقلية الحقيقية من علم الرياضيات تأتي بإلهام من الله تعالى الذي يكشف لنا عن وجوده بالوحي وليس بشيء مادي محسوس. فالعقل البشري والوحي الإلهي يبدأان من نفس النقطة، وكل عناصر الكون تدور حولهما في مدار ثابت. لهذا السبب كرس الخوارزمي حياته ليولد له هذا العلم طفلاً ويكبر على يديه ويطوره ليخلد ذكراه للعالم أجمعاً.